السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الكونفيتور ديال السفرجل أو لا مربى السفرجل. هذه الوقيتة ديالو نستغلوها ومنها نحتفظوا به ومنها أننا نحضروا منه الكونفيتور، تيجي بنين بزاف وسهل وناجح. تبعوا معي الفيديو حتى النهاية. اول حاجه هنايا غادي ناخذ الكميه ديال السفرجل اللي عندنا، غادي نغسلوها مزيان، ضروري اننا نقيوها من ديك السفره اللي تتكون على القشره ديالو. وهنايا غادي نبداو نقطعو، غادي نبقاو نقسمو كل حبه على ربعه او لا على جوج، وتنحيدو منها هاد العلفه اللي تتكون فيها، ضروري اننا نحتفظوا بها. هاد العلفه تتكون لاصقه فيها واحد الماده تتكون شويه لزيجه، هادي غنحتاجوها من بعد، غادي نقول لكم علاش. تنحاولوا نحيدوا كاع دوك العلفات وكاع ديك الماده اللي تتكون فيها، وتنعاودوا نقسموا لهذا النص على يعني تنقسموا السفرجل على اربعه هكا باش نحيدوا كاع ديك الماده اللي تتكون فيه. من بعد هنايا الا كانت عندنا القشره نقيه تنخليو السفرجل بالقشره ديالو، تنقطعوا طريفات صغار، ولا هكا كانت فيه شي ضربه ولا شي حاجه تنقيوها. من بعد هنايا ما تنكمل الكميه اللي عندي، تناخذ السفرجل وتنعبره. بالنسبه لي انا هنايا لقيت فيه 2 كيلو وعبرت هنايا، زدت عليه كيلو ديال السكر، يعني تنديروا نص ديال الكميه ديال السفرجل تنديروها سكر. مثلا لقيتو كيلو ديال السفرجل تديروا نص كيلو ديال السكر، سواء كانت سنيده اولا كانت هكا سكر قالب بحال. مهم انكم تحترموا الكميه. وبالنسبه للبنات اللي ما تيكونش عندهم الميزان، تقدروا تعبروا غير بزلافه، مثلا تاخذوا داك الشفر اللي قطعتو طريفات صغار تعمروا بزلافه وتحسبوا شحال من زلافه عندكم، وتاخذوا السكر حتى هو تعبروا بزلافه، تقريبا تجي الكميه بحال عبرتو بالميزان. من بعد هنايا دوك العلفات اللي خديت حطيتهم في كاسرونه، تنزيد عليهم كاس كبير ديال الماء او زلافه ديال الماء، وتنطبخها مزيان حتى كتلق ليا كاع ديك الماده تذوب وتولي داك الماء لزيج، وتنزيد على السفرجل داك الماء وتنخليه حتى كيذوب ليا السكر كله تماما، انه ما بقاش فيه السكر هكا كصاين. تنسد عليه في الكوكو تنردو على النار، تنخليه حتى تيطيب على خاطرو حتى يولي بحال هكا في هذا اللون، تيولي في هذا اللون الاحمر. من بعد هنايا تناخذ هاد الطحانه اليدويه ديال اللي تنطحنوا بها المطيشه، تنطحنوا فيها، تقدروا تطحنوا في الهشوار اولا المولينيكس، ولكن انا تنفضل انني نطحنوا غير في هاد الطحانه اليدويه، تيجي شاد في راسو ما تيكونش سائل بزاف. من بعد هنايا ما تنطحنوا تنردوا ثاني على العافيه، تيطبخ شويه وتا تيتعسل، تيولي ليا داك الماء ديالو معسل، وتتحيد منه ديك الحموضه ديال السفرجل. وبالنسبه للطور ديال ديك العلفه وديك الماده اللي تتكون فيها علاش درناها معاه، تتعتبر بحال ماده حافظه، تتحافظ لينا على هاد السفرجل، تيبقى لينا مده طويله ما تيخسرش في الثلاجه، خصوصا من بعد ما تنحتفظوا عليه في قراعي تيكونوا معقمين مغسولين بما طايب وناشفين، الغلاقه ديالهم حتى هي نقيه، والا كانوا قراعي جداد ومعقمين من الاحسن. من بعد هنايا ما عمرتهم مزيان تنسدهم بالغلاقه وتنقلبهم هكا على الوجه ديالهم، تيخرج كاع داك الهواء اللي تيكون في القرعه هكا، الكونفيتير ديالنا ما تيخسرش، وهكا تيكون الكونفيتير ديالنا واجد وتيجي بنين بزاف والمذاق ديالو رائع. انا تيعجبني بزاف هاد الكونفيتير، ما يمكنش يدوز العام والوقيته ديال السفرجل ما نصايبوش فيها، وتعجب حتى وليداتي صغار. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، واذا وصلتوا معايا حتى لهنا في الفيديو خليوا لايك للفيديو ولا اعجاب وكومونتير، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا هاد القناه ديروا فيها دوره وشوفوا المحتوى ديالها، الا عجبكم اشتركوا معايا وفعلوا الجرس هكا باش توصلوا دائما بالجديد ديال الفيديوهات. شكرا لكم على المتابعه وشكرا على تشجيعاتكم الدائمه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.